منتخب الشباب مع الكابتن ربيع ياسين، وهناك ايضا بعض الغيابات الاخرى زي حسام غالي طبعا اللي اصيب في كاس العالم للانديه، وغياب احمد فتحي وجده ومحمد ابو تريكه، وبعض الغيابات المتواجده في النادي الاهلي في بعض التشكيلات كابتن خالد، وبعض التكهنات في التشكيلات. التشكيله كلها من النادي الاهلي: شريف اكرامي وشريف عبد الفضيل في الجبهه اليمنى، احمد شيدي ناوي في الجبهه اليسرى، محمد نجيب وسعد الدين سمير او محمد نجيب ووائل جمعه، هناك عبد الله السيد هل هيلعب بجوار طبعا حسام عاشور ده اللي هنشوفه، هناك كل من احمد صديق في الجبهه اليمنى، بركات في الجبهه اليسرى، احمد شكري، وهناك ايضا البدء باحمد عبد الظاهر في خط الهجوم بالنسبه للنادي الاهلي، والمفاضله ما بينه وبين عماد متعب والسيد حمدي، لان السيد حمدي طبعا كان عنده اصابه في العضله الضمه لكن ممكن يشارك في المباراه. رايك يا كابتن خالد في التشكيله الاول في النادي الاهلي؟ والله طبعا تشكيل النادي الاهلي يعني التشكيل المثلى بالنسبه للكابتن حسام، مباراه صعبه جدا، مباراه قويه امام فريق يعني الى حد ما زي ما قلنا ارضيه ملعبه سيئه جدا، عنده امكانيات كويسه، فريق منظم، في 3-4 لعيبه بيلعبوا في المنتخب الكيني، اعتقد النادي الاهلي عنده فرصه يمكن اكبر بكتير جدا من فرصه نادي الزمالك اللي بيلعب مع تاني جمهوريه الكونغو في فيتا كلوب، تذكر اقل بكتير جدا على المستوى الفني، ودي ممكن تكون في صالح النادي الاهلي فتره اعداد او استعداد كويسه جدا، بس طبعا لعيبه النادي الاهلي عندها خبره وعندها من الامكانيات اللي ممكن يخليها تخطي او تعدي المباراه بشكل اكثر من رائع في التشكيله اللي حطتها كابتن حسام البدري. نعم كابتن خالد، لكن تذكر الكيني هو حتى الان مباراتين في الدوري الكيني لسه ما مكملش الدوري الكيني، غير جاهز تذكر الكيني في المركز الحادي عشر من مباراتين بنقطتين فقط لا غير، وهدف وحيد لأولونجي طبعا الصغير السن في تذكر الكيني. يعني هو فريق طبعا كابتن تامر، يمكن احنا حتى لو اتكلمنا هنتكلم على تشكيله ممكن يكون تشكيله ده بالنسبه لنا احنا حصري، يمكن ما حدش لسه في مصر يتكلم على تذكر الكيني واتكلم، وفي زي ما قلت لك في بعض اللعيبه في المنتخب منهم حارس اللي هو اليوش الحارس رقم واحد، يمكن الحارس الثالث في منتخب كينيا مش الحارس الاول، وبعض اللعيبه اللي عندها امكانيات كويسه جدا. ده كان غايب وهيرجع في المباراه دي. هم طبعا عندهم يعني هي طريقتهم 4-2-3-1، في بعض اللعيبه زي سنة لاعب زي اللاعب اوكوديو، ده بيتر اوكوديو من اللاعبين الممتازين جدا رقم 23، لاعب عنده امكانيات كويسه جدا وصانع اللعب وممكن يلعب جوه قلبين الدفاع بالنسبه للنادي الاهلي على وائل جمعه ومحمد نجيب، عندهم لاعب اسمه ريبير اومانوك رقم 17، ده لاعب ارتكاز ثاني او ثالث ممكن يكون برده من اللاعبين صنع اللعب او ممكن يلعب على الطرف اليمين حسب برده ما هو يطلب منه المدرب بتاعهم. الاربعه اللي في خط الدفاع بعد ايلوش حارس المرمى بنتكلم على جيرمي برايت رقم 12، بنتكلم على مارك امبونو امدومبو رقم 5، بنتكلم على جوزيف شيكو كوتو رقم 18، وبنتكلم على 15 اللي هو الباك ليفت اللي هو هوم افري اوكوفي. دول اربع لاعبين ثابتين، تغييرات بتبقى على قد الحدود، يمكن الجبهه اليمنى اللي فيها شيرمي برايت دي يمكن الجبهه قويه جدا، وحتى الراجل اللي هو هوم افري اوكوفي رقم 15 راجل عنده قدره على التسديد وسريع جدا وممكن يكون متعب كمان لخط دفاع النادي الاهلي في الجبهه اليمنى اللي يلعب فيها شريف او يلعب اخر. الاثنين قلبين الدفاع جوزيف شيكوتو مارك ومدومبو، مارك يمكن هو الوحيد اللي في المنتخب، هي النقطه السلبيه اللي موجوده عندهم هي الكرات العاليه الكرات العكسيه كمان او التغطيه العكسيه، بالاضافه طبعا ورا الطرف اللي هو هوم فري اوكوفي رقم 15، دي ممكن تكون حته سلبيه. انا اتفرجت لهم على ماتش النهارده، ممكن يستغل النادي الاهلي لو بركات موجوده وشريف بيعملوا كرات عرضيه بشكل كويس، مفروض من النادي الاهلي في الحته الاماميه يعمل الكثافه الهجوميه على قلبين الدفاع، اذا عمل الكثافه الهجوميه هتبقى ميزه، اذا عمل هجمه مرتده كمان بسرعه كويسه جدا هتبقى ميزه، ولكن من كلام الكابتن حسام البدري حته الملعب ممكن ما تساعدش على هجمه مرتده. اثنين لعيبه ارتكاز رقم 29 دافيد اوتشانج، ده برضو من اللعيبه الثابتين بيلعب كل مباريات فريق تذكر الكيني، لاعب عنده امكانيات كويسه جدا ولاعب له قدره كمان على حته القد الدفاعي وممكن يكون امام قلبين الدفاع اذا كان جوزيف شيكوتو او مارك امدومبو. رقم 27 دافيد برضو من لاعبين الارتكاز، انا بلعب باثنين ارتكاز ثابتين وبلعب بثلاثه ابو مصنعين. في لعيبه عندهم اللي هو جيمس ويري ده رقم 14، ده لعيب بيستخدم كراس حربة تاني ووسط ايسر، استخدم كراس حربة تاني عنده قدم يسرى كويسة جدا وممكن يبقى راس حربة اذا ما لعبش مايكل اولونجا اللي انت ذكرته لاعب صغير السن لاعب عنده امكانيات عالية جدا، ويمكن الكابتن عادل العمروش المدير الفني لمنتخب الجزائر خدوا معاه في المنتخب نظرا لامكانياته العاليه جدا. نعم معنى الهاتف الكابتن كان غير الكوره ما اتكلمهمش، كان الاعلام مصور لما كان الاعلام مصور لنا الجزائريين على فكره ناس يعني بيعشقوا عادل عمروش بالذات، يعني مدرب قضى بتاع 12 سنه في افريقيا وهو قاعد في بروكسل في بلجيكا ومعاه الجنسيه البلجيكيه وعنده تحدي ان هو 12 سنه في افريقيا وهو كمان حتى عنده تطلع كبير جدا لسه صغير السن، واتمنى له التوفيق لانه فعلا مدرب عنده امكانيات كويسه جدا. اكيد كابتن خالد تتوقع للمباراه دي او تتوقع التشكيله دي بتاعت النادي الاهلي على تذكر؟
بنسبه 99% التشكيله اللي احنا قلناها كابتن تامر اللي هي التشكيله اللي ذكرناها بالنسبه لاربع مدافعين واثنين لاعبين ارتكاز وثلاث مدافعين، حتى ايلونج اللي ذكره كابتن عبد العمروش موجود ولاعب عنده امكانيات كويسه جدا. هي فريق زي ما قلت الاهلي قادر واسهل بكثير جدا من فرقه فيتا كلوب اللي هي متمرسه او فرقه خطيره او عندهم دوري اقوى بكثير جدا من الدوري الكيني. عشان كده اعتقد ان النادي الاهلي قادر على العوده باذن الله. بنتصفيق النقطه الاخيره في هذا الموضوع وهذا الفريق، فريق تذكر كيني فاز على جورمهيا اللي لعب انبي النهارده اللي كسب انبي او اللي انبي كسبه 3 اهداف مقابل لا شيء، لعب في معكاس في كاس كينيا وكسب طبعا 4-1 كانت نتيجه لتذكر كيني ب4 اهداف مقابل هدف واحد، ده كان يوم 26 فبراير الماضي. والان اتحدث